سأدعو لانتخابات عامة. دعوة على أهميتها كخطوة حضارية ترمم المؤسسة السياسية الفلسطينية، إلا أنها ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة في ظل جملة التعارضات التي تواجه إمكانية تنفيذها. فليس توقيت الانتخابات هو العثرة في الحالة الفلسطينية، بل اختلاف الرؤى في التنفيذ. هل سيسبق تنفيذ الانتخابات إنهاء الانقسام أم يعقبه؟ نؤكد ونعلن جاهزيتنا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ولكن يجب أن يسبق هذه الانتخابات حالة من التوافق الوطني وخطوات جدية لإنجاح هذه الانتخابات. نحن أحوج ما نكون الاستجابة لمبادرة الفصائل الثمانية، والتي تجيب في جوهرها على الخطوات التي من الواجب اتباعها وصولا للانتخابات. فأمام تنفيذ خطوة الانتخابات العامة جملة من العقبات، أبرزها إجماع الفصائل على ضرورة عقدها شاملة لانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، أمر دفع البعض لقراءة توقيتها بأنها خطوة لحرف الأنظار عن مبادرة الفصائل الأخيرة لإنهاء الانقسام. البعض يعتقد ذلك، أنها ربما جاءت في إطار الالتفاف على دعوة الفصائل الثمانية من خلال مبادرتهم التي قدمت قبل أيام قليلة لحركتي فتح وحماس، لكن أنا أعتقد لم يعد مفيد هذه الدعوات أن تبقى مجرد يعني في الخطابات العامة أو المبادرات. شعبنا الفلسطيني الآن في حاجة لتعزيز صموده لمغادرة الانقسام. المواطنون بغزة لا تهمهم سجالات المستوى السياسي وتحليلاته، إذ قرأوا الدعوة للانتخابات على أنها العصا السحري الذي سيداويهم من فقر وحصار دام 12 عاما. احنا بدنا اجراء انتخابات عشان نحسن من المعيشة اللي احنا فيها. ان شاء الله بكرة يصير نحل هالوضع ويصطلحوا ونتفق، واللي بتحكم على الانتخابات يصير هو قائدنا ويصير مصالحة ويصير الناس كلها تبحبح شوي، لان احنا عايشين في حصار ربنا اللي فوق يعلن فيه. فالمواطن هو الأكثر احتياجا للانتخابات ولتحقيق توازن بين المؤسسات السياسية الفلسطينية، عله شفي من تبعات انقسام لم يحمل أوزارها سواه. إجماع الفلسطينيين على أهمية خطوة الرئيس في الدعوة للانتخابات العامة ومن على منبر دولي لا يعفيها من مخاض وطني طويل، يكفل توحيد الرؤى الوطنية وينقل هذه الخطوة إلى حيز التطبيق. روان السوراني، الغد، غزة، فلسطين.